زوجة حسن شاكوشة تحرر محضراً ضده وتتهمه بطردها من شقة الزوجية. بعد أقل من شهرين على زواجهما، قامت زوجة حسن شاكوش بتحرير محضراً ضده بتهمة طردها من شقة الزوجية. وقالت زوجة شاكوش في المحضر الذي حررته اليوم الجمعة بقسم السادس من أكتوبر أن زوجها قام بضربها وطردها. كما قالت زوجته ريم أيضاً أنه طردها بملابس البيت ولم يمنحها فرصة الحصول على بعض احتياجاتها الشخصية. وقالت ريم أن زوجها هددها بالضرب في حالة عودتها للمنزل من جديد. كما قالت ريم أن زوجها استولى على ذهبها وقائمة منقولاتها وإيصال أمانة خاص بمؤخر الصداق. وأكدت ريم أنها تأخرت في تحرير المحضر على أمل إنهاء الخلاف، ولكنها فعلتها الآن بعد طلبه إنهاء هذه العلاقة. وكانت ريم قد أثارت الجدل في حفل زفافها عندما سجدت شكراً لله على زواجها من شاكوشة. Thank you.